السلام خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ أموركم مزيان؟ وليداتكم، الأحوال ديالكم، صحيحتكم، المهمات، رجالتكم، حبابكم، كل شيء اللي عزيز عليكم. تنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، مبروك عواشركم، وغنبقى نقول لكم مبروك عواشركم حتى تفوت عاشورة. تنتمنى من الله أيامكم تكون كاملة أعياد وأفراح ومسرات. وهنا تنقول لكم اخوتي واحد الفلوك، فلوك خفيف ظريف، علاش لا؟ المهم نسلموا على بعضياتنا، اختكم سعداء تشوفوا خارج الطبيعه، داكشي علاش كتحتاج لنا نصور لكم. المهم لقيتوا الحراره، المهم انا والدراري راه ضاربين واحد الجبده، واحد الجبده راه ما نقولش لكم عليها. المهم غادي عاد اخوتي، داكشي علاش قلت نسول عليكم نسلم عليكم. ايوا بقاو معايا ما تمشيو فين، يا احلى عائله واحلى ناس. وهنا تنقول لكم خواتاتي نبداو بصلاتنا عنا بين الحبيب كيف ما العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. المهم هنايا خواتاتي عرفتوا ما قادش نهضروا اللي عرفتوا، واحد الحراره واحد الحراره. اما ادم ها هوايا، ادم معايا في هز القرعه ديال الماء. اميمه حيايا، ها هي اميمه هز القرعه جامده. يلا حبابي المهم نصور لكم ولا وعي في الطريق المشي هكايا. المهم خصكم سعاد دائما معكم، وتنقول لكم اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر والجرس باش يوصلكم كل جديد. ديال خصكم سعاد فضلا وليس امرا، وتنموت عليكم. وتحياتي لخوتي المغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب ومن طنجة حتى الكويرة وجميع الدول العربيه. المهم هنايا كاين واحد البير مواليه منوضين الموطور، داكشي علاش غايجيكم الصداع. ميما يا ربي امين لينا ولوليداتنا ووليداتكم. المهم اخوتي الحراره والله الحراره. يلا احبابي ما تمشيو فين، خليكم على فيديو. شفت الكاميرا تشوف شنو شفت الطريقة اللي تخدم. شفتو البنات الحرارة، شوفوا الشمس، عرفتو اختكم سعاد حرقت السكر نيت، توليت نقول بناقص خلي السكر اش داير ليا. اي والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين والمسلمات يا ربي الحبيب. المهم انا اليوم غادي عند اخوتي، ايوا قلت علاش لا نصور لكم واحد الفلوك. المهم فلوك خفيف ظريف هكا كيف ما تعودنا، كيف ما دائما اي حاجه تنشاركها معاكم. ايوا ما تمشيو فين، وخليكم مع اختكم سعاد دائما. البساطه واي حاجه درتها راني تنشاركها معاكم. شريكي شريكي استولى بسطا يا شريكي يلا وهذه هي الجرده ديال خويا المتواضعه. المهم قلت لكم ملي غدا نوصل غدا نصور لكم. هي هذه الجرده المتواضعه، كل شيء عنده طبيعي بلا دواء بلا والو. المهم هنا كاين الخرشاف، هنا كاين داك لي شوموفي ديال شلاضه، ها هو غزال ديال الشلاضة. المهم واحد الجريدة دايرة خويا زوينة ونقية ومتواضعة وما فيها لا دوا لا والو، كلشي فيها طبيعي. هاديك راها الرمانة،
كاين فيها اليشا، هادي ها هي مرطيشة، هادي الفلفلة، ها هي يلا تتنوض راه فين هي. واحد النعناع، واحد اليشا ديال الكسكسا، اليشا او الكرم او المغمد تبارك الله. واحد النعناع، النعناع يا اختي، النعناع نعناع وتاي طالع، هاتي الريحه في غزاله بلا دوا بلا والو. وهذا التلاحه دقه صغيره، وهذا خوخه، هادي شجره ديال الخوخ، وهاديك امي ما تزيط. وهذا الخرشف، وهذاك النحناع، هنا درنا هنا لعبتي. المهم انا تعجبني، تعجبني الهواء الصراحه ندير هنايا زوين. وهذا الرمانه، الرمان شي طبيعي الحمد لله. ها انتوما الرمان، ما مداوي ما والو. هذا الخرشف، وهذا النعناع، نعيني يا ربي. وهذا الفراش، الشجرة ديال الزيتون، والفراش سمعو تيغوت. وهذا ليش ديال الشلاضه، هو من هنايا زوين صراحه ديال الشلاضه. ايوا جريده ولا جريده متواضعه زوينه، فيها التنجال، فيها داكشي ديال الدار يعني اللي تيحتاجوه. والشمس ما نقولش لكم، حراره يا البنات، الحراره سخونه، ولكن مع داك الغربي تيضرب تبارك الله، تي يعني تي تبرد شويه، عطو له واحد الصحت كاين. الله لا اله الا الله، ايوا حتى وقت ما تيحشم من وقته، والله يلطف بينا يا ربي الحبيب. اختكم سهاد، المهم عاد جاني الصحت، الحرارة شوف الشمس كيفاش دايرة، المهم عرفتو الصهد، جاني الصهد والله إلا عرفتو، الشمس كي حارة. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين يا احلى عائله. زيد لا زيد زيد
ايوا هنايا خواتاتي وصلت الوقيته ديال الغديوه ديالنا. المهم دارونا خويا الغديوه ديالنا بالبطاطا والزيتون والحم مصير باللحم. ايوا اللهم ادي ما نعم وحفظه من الزوال والخبز ديال الزرع. والله الا جلسنا غتغدينا على برا في الطبيعه واحد الغديوه ما نقولش لكم عليها، مجرد عادك الهواء اللي كاين. وخاصه راه كانت الحراره كما صورت لكم في الطريق وكما صورت لكم في الجريده، الشمس حاره ولكن خاكيك صراحه هو شي حاجه والطبيعه تكون شي حاجه. تقدر تشربي فوق حيس وينيه ديال اتاي وهنا يا اختي رحنا وصلنا. داروا بنات خويا العشاء، داروا صراحه داروا القطبان، ثم مالي الخير ثم مالي الجيده والموجوده. داروا الشوا صايبوا الفريت في الفران، البنجال حتى هو صايبوه بالفران، لحقوا طريق البطاطا لحقوا طريقه. المهم على الشهر بنات خويا جات غزاله غزاله تبارك الله، ما كاين لا قليله لا والو، جات بنينه. وهنايا راه مرقده مرات خويا كانت مرقده اللحم. ايوا صيبوه العشاء. وهنايا طيبت بنت خويا الخبز، المهم واحد الخبيز عيب الزرع جا واعر وغزير وصحي في نفس الوقت، ما نقولش لكم عليه كيفاش جا، باقي سخون راه باقي ملمد. ايوا عمر بريردات ديال اتاي واحد العشيوه زوينه، وماشي بشرط الماكله كما تنقولوا غير المجمع. الله يخلي شملنا مجموع يا ربي، ويخلي لي خوتي وخياتي ويخلي لكم خياتكم كاملين، ويخلي جميع المسلمين والمسلمات. اما جرد اخوتي والله الا الخاوه حتى الدنيا، وحنا خونا ديما تيجمعنا الكبير الله يحفظه والله يعلم قامو يا ربي ويطول في عمره. وبغيت دير شي حجه وبغيت سيدي ربي يطول لي في عمره، حيت هذاك ماشي خونا راه خونا وبانا. والله يخلي لكم كاع خياتكم، هادشي اللي تنطلب سيدي ربي الله يجعلها من ارواح الجنه ان شاء الله يطول في عمارهم. وهنا خرجت انا وبنت خويا عمرنا اتاي وخرجنا نجيبو شويه النعناع وشويه الزعتر. ايوا عرفتو راني مشعله على الضو ديال التليفون، والله الا عرفتو راه صورت لكم الهدوء ديال الليل. شي حاجه انا تتحمقني، شي حاجه العربيه صراحه زوينه بزاف، والله الا زوينه بزاف بزاف، احسن من الشقات حبس تكرف. والله الا جبتنا النعناع وتسحلينا بقينا واقفين تيضرب فينا البروده، حيت حنا اصلا كنا جالسين على برا. صورت لكم كنا جالسين على برا تعشينا على برا، المهم راه غير العشاء ما دخلنا، المهم تعشينا تجي قريبه الوحده هكاك هاد الوقيته هادي باش نجيبو النعناع 12 ديال الليل ديك الساعه. والله الا بقينا مع الضحك وداك الشيء ما ديناهاش كاع في الوقت، والله ما ديناها فيه، بقينا سبحان الله ما تتسخيش بالوقت. الوقت سبحان الله تيدوز يجري. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، الله يخلي لكم خياتكم وطول في عمارهم وعماركم يا ربي، وبسلام عليكم. المهم لا فيديو ديالنا كيما قلت لكم انا نسيت، قلت لكم السلام عليكم، الفيديو ديالنا باقي ما ساهلاش. وهنايا راه صورت لكم الليل، زعما راه شوفوا راه الليل دابا ديك الساعه 12 ديال الليل. وهذا راه المشير ولد خويا سميتو لولو، مربينو ملي كان صغير يلا زايد. ايوا صافي راه عمرنا اتاي وصافي وجدنا كلشي. وهنا راه بنت خويا تتشوي في القطبان، وهذه هي الفريت اللي قلت لكم البنات صايبتها بنت خويا، عرفتو فيها واحد البنه ما نقولش لكم عليها، دايره فيها العطريه الزعتر كلشي دارتها فيها هكاك، بس لقتها ما والو، خلاتها طروفه غلط ودخلتها الفران، راه تجي غزاله هي وتنجر وفي نفس الوقت صحيين. ايوا اللهم ادي ما نعم وحفظه من الزوال اخوتي، والله يخلي لكم خوتكم. وتنقول لكم ان الفيديو ديالنا قرب يسالي، كملوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساونيش من البارطاج الفيسبوك مع الاهل والاحباب والاصدقاء، ودمتم سالمين غانمين.